مساء الخير أستاذ خالد كويس، المحامي بهيئة مراكش. مساء الخير. نذكرك بأنك أنت المحامي الخاص للتلميذة آية التي أثيرت بسببها ضجة الحجاب ومؤسسة فيكتور هيكو التابعة للبيئة الفرنسية بمراكش. يعني أستاذ خالد، كيف إذا بدأت قصة التلميذة آية مع المؤسسة؟ مع المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا جريدة كلامكم. قصة تلميذة آية بدأت تقريبا منذ بداية السنة الدراسية لهذه السنة، على اعتبار بأنها قد عانت الأمرين حينما يتم منعها من ولوج المؤسسة مرتدية حجابها. تواصلت معي والدتها بهذا الشأن من أجل استصدار حكم في الموضوع، وهو ما تقدمنا به بداية بإنجاز محضر معاينة واقعة منعها من ولوج المؤسسة، ثم تم تسجيل دعوة استعجالية في الموضوع. نعم مستحيل. يعني إذا ما يكفي الحكم الصادر من طرف مجتمع بمراكش هذا الصدر؟ الحكم الاستعجالي الصادر في هذا الموضوع كان في مستوى التطلعات، أعتبره بحق بأنه انتصار لسيادة القانون بالمغرب، على اعتبار أن مثل هكذا مؤسسات أو تابعة لبعثة أجنبية تستند على قانون داخلي لا يتلائم مطلقا مع دستور أو قوانين الدولة التي تتواجد بها، وبالتالي كان ولا بد للقضاء المغربي أن يتدخل بهذا الشأن ليستصدر حكما بهذا المستوى لمواجهة مثل هذه المؤسسات. وبالضبط أو بالأحرى أن الحكم استند على أسمى قانون في البلد الذي هو الدستور، استند على المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي شرحت أو أوضحت أنه لا وجود لأي تمييز سواء من جهة اللون أو العرق أو اللغة أو الدين، وبالتالي تم حفظ حق التلميذة آية في ولوج المؤسسة بلباسها الذي هو حجابها، وهو انتصار للطفلة آية ضد هذه المؤسسة، وكما قلت انتصار للقضاء المغربي. ربما نجد هذه الحالة الظاهرة توجد خاصة بمدينة مراكش فقط، في حين أن مدن مثلا الرباط أو دار البيضاء أو مدن طنجة ليس هناك أي إشكال في هذا. بالفعل هو فعلا بأنه الأمر بدأ منذ سنوات قليلة حينما قررت الجمهورية الفرنسية منع ارتداء الحجاب بالنسبة للتلميذات بفرنسا، والذي بدوره أثار ضجة هناك. بعدها عمدت جميع المؤسسات التابعة لوكالة التعليم بالخارج الفرنسية منهم فيكتور هيكو في مجموعة من المدن المغربية باعتماد هذا المنع، لكن تم التراجع عنه باستثناء مدينة مراكش، وخصوصا مؤسسة فيكتور هيكو هي التي سارت على ذلك القانون القديم ومنعت تلميذاتها من ولوج المؤسسة بحجابها. لذلك كان ولا بد أن يتم اتخاذ المبادرة، وهو ما قامت به أم التلميذة آية، وتم تسجيل الدعوة وتم استصدار هذا الحكم الذي كما قلت وأؤكد هو انتصار للقانون والسيادة المغرب داخل بلاده. ولكن باعتبار أن مؤسسة فيكتور هيكو هي مؤسسة تابعة للبيئة الفرنسية، يعني من حقها أنها داخل التراب، يعني تابعة التراب. سؤال في محله، نتفق معك. لماذا يمكن أن نفرض على مؤسسة تابعة لمنهج معين هذا اللباس؟ نتفق معك فعلا، وهو ما استندت عليه المؤسسة في تبرير موقفها على اعتبار بأنها تحترم مقتضيات نظامها الداخلي، لكن نظامها الداخلي يصطدم بقانون التربية الفرنسية بدوره، المادة 451 من الفقرة 11 من قانون التربية الفرنسي ينص على أن هذه المؤسسات حينما تكون في أي بلد ما خارج فرنسا عليها أن تصيغ نظامها الداخلي بما لا يتعارض مع قوانين الدولة التي تتواجد بها،
وبالتالي كان عليهم حين تحرير هذا المسودة مثلا أو هذا النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة، كان عليهم أن يراعوا فصول القانون المغربي ودستور المملكة. أستاذ، إن إثارت هذا الموضوع بالضبط في آخر سنة، هناك امتحانات هنا ونحن نعلم بأن التلميذ آية هي في أولى بكالوريا، نعم، بمؤسسة العلوم، يعني لا يشكل يعني خطورة على مصير هذه التلميذة وتلاميذ أخرى في المؤسسة؟ لا أبدا. تشويش مثلا؟ لا أبدا أبدا. المؤسسة أصلا هي مؤسسة قائمة بذاتها، لا يمكن لها مطلقا أن يخلق مثل هذا الحكم تشويش على مصارها. فبالتالي عليها أولا تنفيذ مقتضيات هذا الحكم، لأنه لا يمس لا بقوانينها ولا بالأخلاق العامة ولا بالآداب العامة ولا بسير نظام هذه المؤسسة. وبالتالي فلا يمكن له أن يخلق أي تشويش لا على المؤسسة ولا على التلميذة آية أو باقي التلميذات المحتجبات. في مسار التنفيذ أستاذ، هل هناك امتناع من طرف آخر أي إدارة المؤسسة؟ لحد الساعة نحن في مسار التنفيذ، سننفذ إن شاء الله تعالى مقتضيات هذا الأمر هذا المساء إن شاء الله بعد الزوال. مساء الأربعاء إن شاء الله، مساء أو بعد الزوال. بعد الزوال إن شاء الله سننفذ مقتضيات هذا الأمر، ولا أظن أن المؤسسة ستمتنع عن تنفيذ هذا الحكم. هناك معطى آخر أو تسريبات تقول أن إدارة المؤسسة الإلكترونيكو بعثت برسائل الأساسية، نعم نعم، تحثهم على يتعامل مع أصحاب هذه الحالة الظاهرة. هو إن صح التعبير، نعم، مقتضيات هذه الرسالات تقول بأن على الأساتذة بهذا اللفظ عدم الاصطدام مع الطفلات التلميذات المحتجبات وتركهن يلجن المؤسسة ويكملن امتحاناتهن ونهاية السنة الدراسية. أؤكد هذه الرسالة فعلا، يعني هناك خضوع ربما أو لا 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 نقول عليه لهالدرجة أنه خضوع، هو تنفيذ لحكم، وتنفيذ الحكم لا يمكن أن يعد خضوعا، تنفيذ الحكم بناء على القانون هو تطبيق فقط للقانون. ربما هذه القضية ستثير مسائل أخرى حول الحجاب مثلا داخل المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الخارجية، هل ستكون هذه القضية تلميذ آية هي بداية أو مرجع مثلا؟ ممكن. كيف؟ ممكن. كيف؟ ممكن على كل متضرر أن يلجأ للقضاء. هناك فصول للقانون وهناك اجتهادات قضائية، ويمكن اعتبار هذا الحكم بمثابة اجتهاد قضائي، لأن حتى حيثياته وتعليله قد أفاد واستفاد فيها السيد الرئيس الذي أصدر الحكم بطريقة قانونية احترافية ذات تكوين رصين. فبالتالي يمكن لكل متضرر أن يلجأ أو يستعين بهذا الاجتهاد وبمقتضيات الدستور ومقتضيات القانون وبالمواثيق الدولية ليطلب حقه ويلتجأ إليه. يعني في رسالة كأستاذ نعم. محامي بهيئة مراكش، يعني ما هي الرسالة التي يمكن أن تبعثها لآباء وأولياء التلاميذ الذين يصدمون بهذا الواقع؟ هو في حقة الأمر حاليا لا أظن أنه سيكون هناك اصطدام مستقبلا، طالما أن المؤسسة بين قوسين قد قبلت مقتضيات هذا الحكم الاستعجالي. فبالتالي ما كنظنش أنه سيكون هناك اصطدامات بخصوص هذه النقطة ديال الحجاب، لا أظن أن هناك سيكون اصطدامات، وسيلج جميع التلميذات إن شاء الله لمؤسستهن واستكمال دراستهن في أمان الله. أستاذ خالد كويس المحامي بهيئة مراكش، شكرا لك على التوضيح. شكرا لكم. شكرا.